اسمي عايشة فايزة المكلولة سلمان، معي أسرة 3 أولاد وبنت وأنا وجوزي. يوم طبختنا الكابون الطرد اللي أخذناها اليوم، طعمت الأولاد معكرونة، وكانش في حاجة أساساً عندي معكرونة ولا حاجة، عملت لهم طبخة معكرونة وقلت بمشي هاليوم. الحمد لله عن جد طب تبعكم كتير استفدت منه، من المعكرونة ورز وطحينة وبندورة، وكانش فيه كان عندي شغلات زي هذه. أنا يعني طول شهر رمضان كنت كتير أعاني، كتير أعاني، بس الحمد لله اليوم جاني طرد وفك شوي من قلبي. حتى كانت نفسيتي تعبانة كتير، قبل 3 أيام طلعت من المستشفى من كتر ما كان ما في ولا أكل ولا حاجة عندي، تعبانة على هيئة ولادي.